اكتشاف مدينة تحت الأرض يعيش فيها 50,000 شخص لن تصدق شكلها من الداخل. ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. مدينة الجن. اكتشف السائحان محمد شيخي وحسن أصهاد مدينة الجن في تركيا، أو ما تعرف أيضا باسم درينكويو تحت الأرض، في محافظة نوشهر الموجودة في منطقة وسط الأناضول في تركيا على عمق يصل لحوالي 51 مترا. وأصبح هذا الاكتشاف الأثري واحدا من أكثر غرائب وعجائب الدنيا، كما أنه يعتبر أحد الاكتشافات الأثرية الأكثر إثارة للفضول في العالم. فمن خلاله أضيف سر جديد آخر إلى أسرار العالم القديم، وسميت هذه المدينة باسم درينكويو، أي البئر العميق، بسبب حجمها الكبير وعمقها الطويل تحت الأرض. وفي هذا الفيديو سنتحدث عن مدينة الجن التركية. وصف مدينة الجن: كانت هذه المدينة تضم مساكن مخصصة للعيش ومطابخ وممرات، بالإضافة إلى غرف خاصة لعصر النبيذ واسطبلات وغرف دينية ومقابر كبيرة، حيث وجد بأن الهدف من بناء هذه المدينة تحت الأرض هو الاحتماء والتخفي من الأخطار التي تصيب أهلها. وأكثر ما يميز هذه المدينة هو احتوائها على صخور كبيرة تتدحرج لسد المنافذ في مداخل المدينة. هندسة وطريقة بناء مدينة الجن: تعتبر هندسة هذه المدينة هندسة صعبة ودقيقة ومدهشة، والسبب في ذلك يعود إلى أنها مبنية من الداخل من الصخور البركانية اللينة، والتي تتطلب بناء أعمدة أساس تتحمل طبقات الأرض، مما يدل على أنها بنيت في الأساس من مواد بناء دقيقة جدا، وذلك من خلال التعامل مع هذه الصخور بعناية شديدة، حيث يعتقد المهندسون بأن بناء درينكويو يعتبر تحديا كبيرا لأي حضارة قديمة، ويعتبر أمرا معجزا لا يقل عن أهرامات الجيزة بسبب إتقان البناء بطريقة تصعب على العقل استيعاب طريقة البناء هذه. ومن الأمور المثيرة للدهشة أيضا هو عدم وقوع أي كوارث انسدادية أثناء عملية البناء هذه. يؤكد المهندسون في الوقت الحالي صعوبة إعادة بناء مثل هذه المدينة حتى لو استخدمت آلات ومعدات من العصر الحديث، مما جعل الكثيرون يعتقدون بأن من بنى هذه المدينة هم كيانات خارقة وذكية مثل الجن. طبقات مدينة الجن: يبلغ عمق هذه المدينة ما يفوق 85 مترا تحت سطح الأرض، وهي مجهزة بكافة التجهيزات، مما يجعلها قادرة على استيعاب ما يقارب 20,000 من الرجال والنساء والأطفال وحتى الماشية. وأكثر ما يميزها هو وجود العديد من وسائل الراحة فيها، واكتشفت 13 طبقة تحت سطح الأرض حتى وقتنا الحالي، وتحتوي على فتحات تهوية لتسهيل دخول وتوفير الهواء النقي. كما تحتوي هذه المدينة على عدد كبير من الغرف، مع وجود عدد من المعابد الدينية وخزانات الطعام ومجاري المياه العذبة وأماكن مخصصة للحيوانات ووسائل أمن غريبة وذكية، وأبواب تزن من 200 إلى 500 كيلوغرام، بحيث يمكن فتحها وتحريكها. رددوا معي: الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها من نعمة. إذا أتممت مشاهدة هذا الفيديو لا تنسى عمل لايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تنسوا مشاركة الفيديو مع الآخرين. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة لولو 7.